رقمي تي في. لم يعد سراً أو مفاجئاً أن هاتف جي 7 من LG سيأتي بقطع أعلى الشاشة أو ما يعرف بالنوتش. آخر التسريبات أظهرت صوراً واضحة لغطاء الهاتف ويظهر فيها بالتصميم الذي أصبح مألوفاً مؤخراً. الشاشة طولية والإطارات نحيفة، لكن القطعة في الشاشة مساحته أصغر من آيفون X، وهذا التوجه الذي أصبحت عليه هواتف الأندرويد. التسريبات الأهم التي ظهرت هذه الأيام أن LG تستعد لإطلاق نسختين من هاتفها جي 7، النسخة الأولى بشاشة OLED، النسخة الثانية تأخذ خطوة إلى الوراء وستكون بشاشة LCD، ومن غير المستبعد أن نسخة LCD ستكون بلا قطع في شاشتها. لكن التقرير أوضح أن الشركة سوف تستخدم نوعا جديدا من شاشات LCD يدعى MLCD+، وهي أوفر في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35% من شاشات IPS LCD. وكان ملصق دعائي نشره موقع /leaks ولا يعرف مدى مصداقيته، جاء فيه أن الهاتف سيأتي بنسختين، الأولى جي 7 والثانية جي 7 بلس، ويحمل قطعا بأعلى الشاشة، بينما الحواف نحيفة جدا وأبعاد الشاشة تصل إلى 19.5 إلى 9. الهاتف قد يأتي بشاشة 6.1 إنش بدقة 3120 × 1440 بكسل، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج سناب دراجون 845 الجديد مع خيارين من حيث الرام 4 أو 6 جيجا بايت، ومساحتي تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، وكاميرا خلفية مزدوجة بنفس مواصفات كاميرا V30 وهي 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.69، كما سيدعم ميزة مقاومة الماء حسب التوقعات.